اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا. واليوم طبعا حلقه استثنائيه لظروف طبعا يعني خارجه عن ارادتها مع الشيف خميس، طبعا حاله وفاه واكيد تعزينا له، وان شاء الله بيرجع لنا بالايام الجايه بكمان نفسيه كثير حلوه. واكيد اليوم هنوشه طالعه معنا، واليوم الحلقه راح تكون كمان مميزه اكيد بوجودها معنا وبوصفاتها المميزين اللي هيك عملت لنا اياهم كمان بسرعه هائله زي ما قلتي. صح، شو جهزتي لنا اليوم؟ انا كمان بدي اعزي شيف خميس، بقول ان شاء الله هيك عظم الله أجركم والله يرحمها لعمته، أظن صح 100% بدنا نعزي فيها اليوم. وصفاتنا زي ما حكت تمارا هي هيك طلعت لأنها هي من وحي الأشياء اللي موجودة هلأ. دائما إحنا بالبرد وبالشتاء بنحب الملفوف، صح؟ أنا بحس الملفوف كتير بيعطي دفع، فاليوم عملت لكم ملفوف وعملت لكم إشي تاني اللي هو اسمه لخنة. هاي اللخنة رح نحكي عنها كتير، إلها كتير أسماء، رح أحكي لكم كل أسماءها ورح نحكي عنها كيف بتنعمل. هي كتير بتشبه الملفوف، مشان هيك أنا اليوم عملتهم بحلقة واحدة، فرح نحكي عنها كيف بتنعمل، كيف تنسلق، كيف تنطبخ، إيش الأشياء اللي بتحبها. وكمان رح نعمل الحويرنة، بارح يعني كنا عمالنا بنحكي عليها الحويرنة قديش إلها فوائد وقديش هي مفيدة، فاليوم رح أعملكم إشي بالحويرنة. حلو. رح تشوفوها الحلقة ورح نعمل حلو كتير سهل، بما أنه هلأ الدنيا برد وأنتوا قاعدين بالبيت وما بده مكونات كتيرة، اللي هو الشعيرية بالحليب، وما بده وقف كتير بالمطبخ، ما بده وقف يعني بربع ساعة بتعملوهم، تحطوهم على الطاولة، بتعموهم لعائلتكم، وكتير هيك مرتبين ولذيذين. معناته احنا اكيد مثل ما تعودتوا علينا دائما بنكون مباشره معكم على الهواء، طبعا على صفحاتنا بالسوشيال ميديا عمان تي في كيتشن وعمان تي في اوفيشال، وما تنسوا انه احنا كمان على شاشتنا عمان تي في موجودين معاكم لاي سؤال واستفسار من خلال التعليقات، وكثير بكون مبسوطه لما بتعملوا لنا شير من خلال الفيسبوك. رح نطلع باول وصفه، هي وصفه الملفوف. الملفوف يا ليفون، ملفوف محشي رح تحتاجوا لتقريبا ملفوفتين حجم وسط، وللسلق رح نحتاج لها مي، ملح، كمون، اما الحشوه كوبين رز متوسط الحبه من كرم، ول 400 جرام لحمه مفرومه خشنه، ولمعلقتين كبار زيت كرم، ولملح وفلفل اسود، نعنع ناشف وبهار مشكل وعصفر، ومعلقه كبيره دبس رمان اختياريه. اما للطبخ رح تحتاجوا لمي ساخنه، ولمعلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره نعنع ناشف، ورشه عفوا راس ثوم، وبديل مرق الدجاج، ولبندوره شرائح، ولمعلقه سمنه المراعي، ولقطعه دهن اختياريه، ولعصير ليمون. رح هلا نكمل معاكي هانيا. والملفوف دائما في ناس كل حدا بقول لك انا بطبخه بطريقتي، مزبوط صح. اليوم شو طريقتك؟ هلا الطريقه اللي انا عملت لكم اياها اليوم بالذات هي التقليديه اللي احنا بنعمل فيها الملفوف بالبيت. هلا في كثير طرق له، في له طريقه، مثلا في ناس بتعمله بدبس رمان، في ناس بتعمله ببندوره، مثلا اهل يافا او حيفا اظن بحطوا، هلا انتم ذكروني، بحطوا معاه مع الصلصه لما بطبخوه معلقه واحده رب البندوره، صح؟ ممكن في ناس بتعمله على دبس رمان، في على تمر هندي. هلا انا اليوم عملت لكم اياه زي ما قلت بالطريقه البيسك العاديه اللي احنا بنعملها، اللي هي زاكيه، اللي كلياتنا متعودين بهاي الفتره انه بنعملها، بس رح نحكي اكثر عن تفاصيلها. هلا الملفوفه انا للاسف اني نسيت اجيبها، تركتها بالبيت. تمزحي؟ جايبه كنت ملفوفه كبيره عشان اورجيكم كيف كمان نسلقها. بس في كتير طرق لسلق الملفوف. من طرق سلق الملفوف انه بتاخذوا الحبه زي ما هي، بتقيموا اللي بقلبها هاي البيضه العود، وبتكون في عندكم مي مغليه زي ما حاطت لكم بالمقادير، مي عمالها بتغلي، بنحط معاها كمون وملح، بننزل عليها الراس الملفوف الكبير وزي ما قلنا فيها ملح وكمون، بنحطها اول شيء هيك، بعدين بنقلبها على الجهه الثانيه، بعد هيك يعني 10 دقائق تقريبا 12 دقيقه بتبدا تطلع الوراق، فبنسحب وحده وحده وبنخليهم ليبردوا وبعدين بنقطعهم. الطريقه الثانيه عندكم اللي هي بتحطوه بالفريزر، بتجيبوا الملفوفه بتحطوها زي ما هي بالفريزر من بالليل، الصبح ثاني يوم بس تفيقوها، سبحان الله، بس تفكيها تمارا وتبدي هيك تفتحيها بيطلعوا كل حب كل ورقه عن ورقتها.
الطريقة الثالثة بتقدروا تحطوها بالمايكروويف، اعملوها أربع أقسام وحطوها بالمايكروويف تقريبا هيك أربع خمس دقائق، بتطلعوها بكون أوريدي طريق الورق وبسرعة بتقدروا تستعملوها لتحصلوا على الورق اللي هو هيك شكله حلو. فهي هاي بالنسبة لسلق الملفوف وتحضيره. هلأ إحنا رح نحضر الحشوة اللي عنا، حشوته بتكون عادة هي رز، وأكيد إحنا مستعملين رز متوسط الحبة من كرم، ورح نحط عليه اللحمة المفرومة، لازم تكون لحمة مفرومة وخشنة ومدهنة، هذا كتير كتير ضروري إنها تكون مدهنة، يعني يا بتعملوها عجل بتحطوا لها دهنة أو بتعملوها بتخلطوا بين عجل وخروف. هلأ البهارات اللي رح نحطها عليها، رح نحط عليهم، أنا حطيت وحطيت معلقة صغيرة بس بدي أجيبها، رح نحط رشة ملح، تقريبا كل كاسة رز رح تاخد يعني نص معلقة صغيرة من الملح، هاي رح نحط هون هاي الملح، ورح نحط فلفل أسود كمان هي، ورح نحط عليها كمان بهار مشكل، هذه للحشوة. هاي البهارات الأساسية اللي بنحطها عادة بالملفوف، في ناس بتحب تحط عليه كمون زي ما قلت لكم، هو كتير له طرق، أنا شخصيا بحب أحط عليه كمان عصفر، هاي عصفر، ونحط عليه نعناع كمان، ونحط عليه ثوم، نقدر الثوم نحط هون وبنقدر نحط لما بدنا نخلطه، لما بدنا نخلطهم مع بعض. وفي كمان من الأشياء الزاكية كتير كتير عليه بتكون اللي هي دبس الرمان. طبعا اليوم ام محمد بتقول لي يعني الشيف هاني عامله كل الوصفات اللي انا بحبها، كمان دلال زيدان حبيبه قلبي بتقول لنا اهلا وسهلا فيكم، يعني طبعا اكيد احنا كثير مبسوطين انك عم بتتابعينا، وكمان وجدان بتقول لك هي اليوم عامله سلق وهندبه والسفره كلها خضره. يا سلام عليكي صراحه، عن جد والله وجدان ما في اسكى من الاشياء الخضره هاي. طيب رح نحط عليهم شوي من زيت كرم اكيد، وبعدين رح نخلطهم. وهلا طيب المايك معك تمارا. هانيا بتقول لك انه نوال امها بتحط شرايح بندوره بس، وما بتحط رب البندوره على الملفوف نهائيا لانه بتحسه من دون رب البندوره اسكى. مزبوط، وانا زي امك والله الصراحه بعمله، بحسه انه هيك بس شرايح بندوره تحت. طيب. تعطي لون، تعطي طعمه. هلا سهام شو بتقول لي؟ سهام اليوم غدانا ملفوف تفضلوا، شكرا لك سهام. سهام انت كيف بتعملي الملفوف؟ زينا أم صالح كمان عم بتتابعنا من فلسطين وبيحكوا لك إيش الفرق بين طريقة الملفوف بفلسطين وبالأردن. هي زي ما قلت لك هي في اختلاف بسيط فيهم، أنا بحسهم كتير كتير قراب يعني، بس الاختلاف بسيط اللي بينهم اللي هي زي ما حكينا، في ناس مثلا بتحط لها بندورة، في ناس ما بتحط لها بندورة أبدا، بتضلها بس على أسنان التوم. يعني أظن هذا هو الاختلاف. أنا بحس أكلنا وأكل فلسطين كتير قريب لبعض، بيشبهوا بعض كتير كتير، بيشبهوا بعض. هلأ رح ناخد عنا ورقة الملفوف، طبعا وراء الملفوف زي ما بتعرفوا فيهم هذا اللي بكون العود هاد، فإحنا هذا بدنا نقيمه عشان شوي بكون قاسي، والملفوف بنقدر إنا نقطعها على شكل مربعات عشان تتسهل عندي لما بدي أطبخها. هدول اللي بكون هيك رح أخده ورح أحطه بقاع الطنجرة. أنا لابسة أبيض اليوم وعم بورجيكم على الأبيض ولا إشي عم بيبين. هدول قصدك الزوايد؟ الزوايد، ولا نقطع الملفوفات بهاي الطريقة. طب هانيا كيف في ناس بيطلع معهم الملفوف رفيع وهيك مكتكات، وفي ناس بتلاقي معهم طالع كبير. الملفوف كبير؟ أنا بحبه الصغير الصراحة، هو على هو تقطيعة الملفوف هلأ تمار هاي اللي هيك أنا عمالي بقطعه هلأ عشان ألفه، هي منها بتفرق، بتفرق معاكي إنها تطلع كلهم قد بعض. هلأ لو فرضنا إنه هي قطعنا هدول وهي هاي وهي أوكي. كمان هلا في ناس بيقطعوا بطريقه كثير متكتكه، انا بيطلع لي ايام على انستغرام قد ايه ناس بيعملوه كليات وهيك بتكون مربعات كلهم قد بعض. طيب هلا رح نحطهم عندي زي ما حكينا، حاولوا انهم يكونوا كلهم نفس الحجم. رح اجيب هادي عندي دقيقه بس والله يا تمارا. ايش بدك تحطي لنا؟ احط لكم مفرمه غامقه عشان يبين معانا. لانه حاسه كله ابيض صح. هلا عم بسألوكي كمان أروى بتقول لك عشان رمضان بنقدر نفرز الليمون لرمضان للطبيخ ويكون مركز؟ بيقدروا أكيد. هلا الليمون عشان تفرزوه بتقدري تعصريه وتحطي له ذرة من الملح، يعني شوي هيك على معلقة صغيرة على راس المعلقة الصغيرة، بتخلطيه معاها وبتحطيه بالآيس كيوبز، يعني هذا القالب التلج بالفريزر، أو بتعمليه
في ناس بتضربه على الخلاط الليمونة كاملة بعد ما يقشروها وبحطوها على النار، بيعقدوها شوي مع سكر وبتصير مركز، بيعبوها بأناني. يعني في طرق كتير. حلو، يعني هذا بالنسبة للليمون. وكمان هون نورما بتقول أنا بلفه كتير صغير، فما بعرف إذا أنت بتقطعي أكثر من تقطيعة. وعم عصام بتقول لك اليوم أنا كمان مجهزة من الليل مبارح إني ملفوف. أعمل ملفوف واليوم غدانا ملفوف. وأنا والله الصراحة أنا من مبارح مجهزة إنه اليوم غدانا ملفوف، يعني فقلت خلص يعني محضرته وكل شيء. يعني أنا للأسف بحب كتير الملفوف، بس يعني بهاي الفترة عندي هيك شوية بلبك لك معدة تعبانة، وكمان عملتي باللحمة، فاليوم أكيد حتى بس فعليا رح نمشي على مبدأ دانا إيش شمي ولا تدوق. دانا صارت تتبع شغلة جديدة. لما في إشي يكون كتير بحبه كتير بحبه ما بقدر أكله، سواء كان يعني جيب لك إشي تاني زاكي غير متوفر، لا يا ريت غير متوفر إني أنا أدوقه، أو إنه معدتي ما بتستقبله لأنه عندي برضو المشكلة. بتصور لي اياه بتبعت لي على الواتساب. ليه؟ خلص يعني هيك بتحتفظ فيها للصوره، بتقول لي تمام خذي هيك اتفرج عليها. هي الصوره اللي رح تشوفيها اليوم. هلا بنحاول دائما احنا عشان يطلعوا كلهم نفس الحجم انه نحط نفس كميه اللحمه والرز فيهم حتى يطلعوا كلهم نفس الحجم. طيب سؤال ام عادل. لا مش ام عادل، مها سليمان، سوري ام عادل. طبعا عم توجه يعني تعازيها للشيف خميس، اكيد بده يوصله باذن رب العالمين. مها بتقول لك بنعمل الملفوف بنكتر الثوم مع الليمون، وانتم بتعملوا هيك او لا؟ احنا بنكتر الثوم مع الليمون. هلا بتشوفوا كيف بدي اطبقهم مع بعض. طيب نوال، اكيد بعد الفاصل رح نرجع للي كنت عم تبعتي لي اياه وبخبر عنه الشيف هاني. حاضر. ايش صاير معكم؟ ايش صاير معكم؟ طيب رح نرجع معكم اكيد مره ثانيه، وعم نعمل اليوم الملفوف بطريقه هنوشه. هلا في عندك كم من سؤال قبل ما نبلش طبعا بس بالاشياء الثانيه. عم بسالوك اذا كثير بتكتري توم، هي رقم واحد. وعم بسالوك كمان انه مده السلق قديش لازم تكون، هل هي تقريبا من 5 لـ 7 دقائق ولا لازم اكثر حسب نوع الملفوفه؟ حسب نوع الملفوفه اكيد. وكمان بقولوا لك بالنسبه ل هلا الملفوف بيفرق معكم اذا بلدي او مش بلدي. البلدي بيستوي عندكم اسرع لانه قطره. احنا كنا زارعين مره بالمزرعه ملفوف، لما قطعتها واخذتها على البيت اول شيء ريحتها غير شكل لانها عضويه مش محطوط لها سماد. ثانيا بس تسلقوها بسرعه بتنسلق، يعني هيك بسرعه بسرعه بتنقام معكم 5 أو 7 دقائق، يعني هاي ممكن تاخذ اكثر شوي. خلص هلا بس الطبخه بنسالك عن مخلل الجزر. طب يلا منيح، بدي اعمل لكم حلقه على فكره كلها مخللات، هي عم بحضر لكم اياها. طيب هلا رح ناخذ، لما بدنا نطبخ الملفوف كثير زاكي انه ينطبخ بالسمنه، فانا هلا مستعمله سمنه المراعي لانها بنكهه الزبده. وفي إشي كمان مهم كثير بدي احكي لكم اياه، اللي هو انه لازم نحط عليها قطعه دهنه. هاي اختياري بس هو عاده الملفوف بحطوا له قطعه من الدهن اللي هي هاي، اوكي بحطوها تحت عشان هو يستوي فيها. في ناس بتسخنها هلا زي ما رح اعمل لكم اورجيكم، يبيش كبار هدول معلش هي هيك هاي. فهي هاي الدهنه، هاي قطعه دهنه اللي بنحطها تحت الملفوف، هاي اللي بتعطيه الزكاوه وبتعطيه الدسامه. رح احط هلا الطنجره اللي عندي على النار اوكي عشان يبدوا يدوبوا. هلا هاي طريقه تركيبه. هلا انا عملت لكم هلا الديمو يعني، بس هي طبعا انا لافه وحده اكبر من هيك. حلو. طيب هلا حطيناهم هون. هلا ايش رح نعمل؟ بنحط احنا تحت عليه شرايح بندوره عشان شرايح البندوره بس هيك تدوب السمنه مع الدهنه، ونحط عليها البندوره تبدا شوي يعني زي ما تحكوا تنقلي او تنشعط او إشي هيك. بعدين بنبدا نرتب فوقها العيدان تبعون الملفوف زائد الملفوف. حلو. فها هلا يعني تخيلوهم انهم دابوا اكثر. عم بسالوكي كمان اذا انت نفس هاي الحشوه بتعمليها للبتنجان والكوسه. ممكن بس ما بكون حاطه فيها دبس رمان مثلا، بس تقريبا نفس الشيء تقريبا نفس الشيء. هلا رح احضر المي اللي رح اطبخ فيها. المي اللي رح نطبخ فيها رح نحط فيها شوي ملح اكيد، يعني تقريبا لكل كاسه مي بدنا نحط لها نص معلقه ملح لانه تذكروا انه في بالحشوه، وشوي من الفلفل الاسود مش كتير يعني يدوب على راس المعلقه. راح احط فيها كمون، هاي كمون، كتروا كمون، كتروا كمون لانها بتنفخ، فهي راح انزل عليها الكمون.
ورح نحط لها عشان تعطيها طعمة زاكية كمان شوي من مرق الدجاج. هي ورح نحط كمان نعناع. هاي الخلطة اللي رح نطبخ فيها الملفوف، بس برضو هلأ رح أحكي لكم بالتفصيل أكتر إمتى بتحطوها. يعني هيك بالنسبة للي هي زي ما بقولوا المرقة. المرقة صح. هي هيك، هي مرقتي صارت جاهزة وكل إشي صار جاهز زي ما حكينا. هي مي بديل مرق الدجاج، كمون، نعنع وملح ورشة فلفل أسود صغيرة. فهيها هيك صارت عندي جاهزة. تمام. هلأ هون بس بدت عندي تدوب السمنة وقطعة اللية. شو رح نعمل؟ رح نحط إذا في عنا من العيدان تبعون الملفوف رح نحطهم فيها. بس قالك إذا ما بتحطي فيها مع البندورة مثلا شرحات بصل، في ناس بحطوا. لا إحنا ما بنحط. لا ما بحطوا الصراحة. خلص ما كل حدا يمكن له طريقته. كتير إلها طرق الملفوف بالذات. يا الله شو إله طرق تمارة كتير. أنا بحبه كتير بدبس الرمان وبحبه يكون فيه حصوص توم كتير كتير كتير. أيوة هي أزكى إشي. زي شو اسمها هذه اللي بحبها برضه بس ما بتعملي إياها كتير؟ القدرة. القدرة إيش رأيك نعمل قدرة؟ لازم نعمل قدرة. خلص قدرة لازم. إمتى بدك نعملها؟ يعني هالأسبوع الجاي. نرتبها بهاليومين. الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب هلا احنا حطينا هون تحت قطعه الدهنه وحطيت عليها السمنه كمان ورتبت فوقهم بس دابوا شوي. حطيت فوقهم قطع البندوره زي ما انتم شايفين هيك ورح ابدا هلا ارتب فوقهم الملفوف. هي هيك كل البندورات ورح احط فوقهم الملفوف. عم بسالوكي هانيا اذا هي اللخنه هذه هي عباره عن اوراق الزهره؟ هي في ناس بتقولها اوراق الزهره ولها اسم كثير غريب كمان. ايش هو؟ هلا رح احكي لكم اياه بعد شوي حتى انا عم بنسى صراحه. بس هو قصدي هو نفسه. بس هي نفسها. نفسها. هلا في ناس بيقولوا لك لا هم بيختلفوا شوي بس انا صراحه ما قدرت اشوف الفرق بيناتهم. في لخنه يعني لخنه حتى هي مشهورين فيها اهل نابلس يعني بيقولوا لها لخنه، بيقولوا انه الفرق بينهم بالعيدان اللي بنحطوا فيهم. طيب شوفي هلا فيحاء بتقول لي انا جربت هي مره انها خلت الملفوفه مثل ما هي بس مش كانت كثير كبيره يعني وسط. فضت قلبها شوي. أيوة. وحطت كل الحشوه فيها ولفيتها بورق الزبده والقصدير وطبختها مع بعض وبتطلع بتشهي وانا بحط توم وشويه شبت والبهارات بالحشوه. في ناس بتحط شبت صح مزبوط وشكلها بتشهي والله الصراحه. طبعا هون نور ما بتقول لي شايفين كل اكلاتنا احنا يعني قد ايه الواحد بيقدر يكون يعني يزيد عليهم اللي بحبه يعني بتطلع زاكيه. طب هاني احكي لنا شو احلام عم تسال شو معيار المخلل الجزر؟ مخلل الجزر هلا شوفي دائما احلام كل كاسه من كاسه مي بدها تنحط على المخللات بنحط لها معلقه صغيره من الملح سوري معلقه كبيره ممسوحه. كل كاسه مي معلقه كبيره من الملح ممسوحه ويفضل انه يكون ملح غير مكرر. على المرطبان اللي بدك تعملي فيه بتحطي فوق معلقة صغيرة من السكر عشان السكر مادة حافظة يعني بتكوني مرتبة الجزرات بالمرطبان عليهم معلقة السكر وبتديري محلول الملح والماء عليهم وممكن تحطي لهم معلقة خل كمان. حلو. هلأ لما بدنا نطبق الملفوف حطيت أول إشي زي ما حكينا البندورة رح نحط بينهم سنان توم هيك وكترو توم يعني راس الملفوف الكبير بده راس أو راسين توم هيك بيلبقوا مع بعض. فرح نحط هلا الثوم المقشر الاسنان واللي رح نعمله انه رح نرش عليهم رشه من النعناع هيك انا بعمله الصراحه ورشه من الكمون. هانيا بتقول لك ابتسام ورق الزهره بسموه تنقيبه. في تنقيبه في له اسم تنقيبه وله اسم شبول ورق الشول. الشول الشول مديحه هاي. بدر شكرا لك عشان بحكيها غلط الشول مزبوط. لا لا عم بتقول لي هون مديحه ورق الشول بسموه كمان لورق الزهره مزبوط صح. وشكرا اكيد طبعا لفايز لكل مشاركاتك معنا وبقولوا لك انه دائما الملفوف البلدي بيستوي اكثر من الملفوف المستورد مزبوط لانه هو اسرع بيكون اطرى. طيب هلا احنا حطيناهم هيك بنرجع بنحط كمان طبقه ملفوف وكمان رشه نعناع ورشه كمون لحد ما نخلص. بعدين بنحط عليهم غطاء اللي هو بيكون عباره عن صحن هيك كانوا يعملوه اهل زمان ويتقلوه ويغطوها وبتحطوا النار على واطي 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 يدوب على الشمعه يعني لتكون النار لمده تقريبا ثلث ساعه. ثلث ساعه ايش بصير؟ الملفوف مليان سوائل فبتنزل السوائل اللي فيه وبتلف الورقه على بعضها مزبوط. بعد هذا الوقت بنمرق عليهم الصوص اللي احنا عملناها حضرناها انا وياكم يعني لازم يمر ثلث ساعه بدون المي على نار كتير واطيه بعدين بنحط عليها بقيه المي هاي وبنوطي تحتهم تقريبا شيء
على الهواء. اذا بلدي مثلا يمكن ياخذ معكم بس 45 دقيقه او ساعه، اذا اذا من الاجنبي اللي مطعم وهيك يمكن ياخذ معكم اكثر شوي من ساعه على نار وهاديه. تمام، معناته احنا هلا بدنا ناخذ الوصفه الثانيه، شو رايكم؟ يب. شو هي اللي هي اللي هي ورق اللخنه؟ لخنه، يلا لخنة. على اللخنه، لخنه وليس يخنه. اللخنة الخضراء رح تحتاجوا لكوب رز كرم متوسط الحبة ولضمة ورق لخنة خضراء، بالإضافة ل 200 جرام لحمة مفرومة خشنة ولملح وفلفل أسود ولكمون وهيل، زيت كرم، وكمان لكيلو بتنجان صغير وشرحات بندورة وتوم ومي ساخنة وليمون. هاني أم عصام بتقول لك الجزر المخلل بنسلقه ولا لا؟ بتقدري تسلقيه سلقة خفيفة عشان تسرعي، يعني إذا بدكم تاكلوه أسرع أسلقيه سلقة خفيفة كتير، مش إنه يصير طري، يعني يدوب هيك خمس دقايق يغلي. تمام. هلأ هذا هو ورق اللخنة، هيها هاي اسمها ورقة اللخنة أو الشول في ناس بتقولها. هلأ بقولوا إنها هي بتفرق عن ورق الزهرة، بس أنا لهلأ مش شايفة الصراحة أي فرق بيناتهم. وهي من هون بكون في إلها هذا العرق تبعها، وهاي الجهة بتكون خشنة، هاي الجهة بتكون ناعمة. حلو. هلأ بتشتروها زي ضمم بتكون، والساق تبعها هذا ما بنفرط فيه، بنخليهم عشان نحطهم بقاعل طنجرة. سلقهم كتير زي بشبه الملفوف، بتحطوا مي معاها ملح ورشة كمون، بس تغلي المي بسقط فيها الورق وبعدين بقيمه بحطه بالمصفاي لحد ما يصير عندي هيك شكله زي هاد. تمام. اوكي، شوفوا لونها، هي ليه اسمها لخنة؟ لانها هي لونها اخضر اخضر اخضر. في ناس بتحط لها رشة كربونات وهي عمالها بتسلقها حتى تضلها محافظة على لونها، بس اليوم ما اضطريت حتى اني احط لها، فهي هاي هي اللخنة، هذه هي اللخنة. اوكي، هلا رح اورجيكم كيف طريقة لفها، لانها بتختلف تماما عن الاشياء الثانية اللي بتنلف، لها طريقة مختلفة. حلو. طيب هي يعني عشيك. كمان طريقة لفها قصدك مختلف؟ ايوه مختلفة. اوكي، بس قبل ما نلفها بدنا ايش نعمل؟ نعمل خلطة الرز تبعتها. هلا خلطة الرز تبعتها كثير بتشبه تبعت الملفوف، انا اللهم بس بزيد لها شوية هيل. هيها نفس الشيء، لحمة تكون إنها مدهنة عندكم، رز متوسط الحبة، أنا مستعملة من كرم رز متوسط الحبة، نقعته تقريبا ربع ساعة وحطيته هون، وحطيت عليه اللحمة المفرومة المدهنة، ورح نحط عليه رشة هيل والبهارات اللي مشكلة، ملح وفلفل أسود أكيد، ورح نحط عليهم رشة من الكمون، هذا بنحط كمون مع الحشوة وبس. هيك بتكون صارت رح نحضرها تكون جاهزة عشان نبدأ نلفها. تمام، يلا. طيب معناته احنا خلينا نطلع بالفاصل، وبعد الفاصل احنا بنكون حشينا اوريدي البتنجانات، بس رح نعمل ايش؟ اليخنه. لخنه لخنه. ناس بكتبوا لي لحظه شوي، لحظه لا لحظة. مش بالياء، هي يخنه نابلسيه. لخنه باللام، لخنه باللام. لخنة. باللام. خالته فوز لخنه اسمها، انها لخنه. اه طب ما بتستنوني الف وحده؟ علي فاصل فاصل. طب هنوش، بما انك هلا هيك انت عم تعمليهم بتلفيهم بالفاصل، صرتي ما شاء الله لافة ما شاء تنتين. الله تنتين بتلفي لنا واحدة على الهواء واحدة. طيب هلا رح احكي لكم كيف بنلفهم، لانه هم زي ما حكينا لفهم بيختلف عن لف اي شيء ثاني. هلا الورق عادة ورق الدوالي، هلا هي بتشبه بتطلع عندكم شوي بتشبه ورق الدوالي، بس طبعا طريقة لفها مختلفة. الورق احنا متعودين انه بنحط الورقة هيك وبنلفها هيك، هاي الورقة مختلفة، ما بنقدر نحطها هيك ونلفها هيك، لازم نلفها بالعرض. فإحنا رح نقسمها
عنا زي ما انتم شايفين هون انا قسمتها، وقمت العود اللي بكون هيك فيه بشكل هون شكله فهي قمته، لانه هذا رح احطه بقاع الطنجره، بس طبعا بقيه العود رح اتركه يعني ما رح اقيمه لان هي الطعم الزاكيه بتيجي منها. هلا رح نحطها هيك الورقه عنا، يعني هي كانت هيك نشقلبها، قسمتها وخليتها حطيتهم تنتين، اذا كانت كتير كتير كبيره، اذا صغيره بتكون كل وحده وحده. طب هانيا لازم احكي لك ايش عم بكتبوا لي. هلا مديحه بتقول لي ورق الشول هو ما بنحط فيه اول شيء لحمه مع الرز، في ناس تعمله ببرغل، لا في بتقول لك هي بنحط مع الرز بندوره وبصل مفروم وحمص حب وبهارات وزيت بلدي وبنطبخه بالملح والليمون والبندوره بس. صح في هيك طريقه بيعملوا مزبوط، بحطوا فيه حمص حب لانه كمان هو بينعمل معاه باذنجان صغير فبنحط معاهم حمص حب. أوكي. هاي طريقه. أمل السقة بتقول لي أوراق اللخنة بتختلف عن أوراق الزهرة، أوراق اللخنة إلها عرق طويل والورقة بالأعلى، وأوراق الزهرة ما إلها عرق طويل بس بالورق على طولها. الورق على طولها. أوكي. وفاء أبو زهرة بتقول لي اللخنة الخضراء مشهورين فيها كتير أهل نابلس. صح. ومزروعة بالسلطة بيستخدموها كتير، ويا تمارا لازم تعرف فيها لأنك نابلسية وكل محب للشيف هانية. أنا يعني اعتبريني نابلسية وأنا من كل فلسطين بس أنا أصلي من جنين، يعني وما توخذيني ما مش بعرف. حجة الصراحة مش حجة. إيش رأيكم أنتو؟ هلأ كمان طيب أوكي. ام محمد بقول لي ام محمد بتقول لك اليوم عامله مطبق زعتر ورشوف. يا سلام عليك يا ام محمد. نوال بتقول لي تمارا هذا اللي عم تعمله الشيف ورق لسان. لا لا مش ورق لسان، لا ورق لسان بكون خشن عندكم. احنا امبارح قعدنا عملنا يعني قصه طويله انا ومحل الخضار، قعدنا نحكي عليهم لا هاي هيك لا هاي هيك، فبالاخر انا عمالي بحكي له بقول له انا بعرف اللخنه انه بكونوا هيك عروق صغار وطالعين يعني من الورقة، الزهرة بكون عرق واحد وماشي هذا، بعدين بعد النقاش الطويل طلعنا انه لا خلص هي هاي نفس الفكرة. طيب هلا طريقة اللف زي ما حكينا حطينا هاي بهذا الطريقة، اوكي؟ يعني الورقة بالعرض رح احط فيها الحشوة، هلا الحشوة انا اخترت لكم اليوم هاي الحشوة، احنا هيك بنعملها، في ناس بتحط لها حمص حب، في ناس تعملها بأشكال ثانية، ورح نلفها بهاي الطريقة، هيها هيك تطلع عندكم بهذا الشكل، شفتوا؟ هذه هي اللخنة. هلا بتتقدم عادة هي مع الباذنجان، يعني بنعمل معها محاشي باذنجان، وبتكون الصوص تبعتها على بندورة بتكون، اوكي؟ هدول رح نستعملهم بالطنجرة اللي رح ارتب فيها، نفس الفكرة رح نعمل، رح نحط هون عنا شوية سمنة، ورح احط عليها قطعة من اللية كمان، لأن هي بتحب كمان تكون هيك فيها دهن، ورح نحط عليهم البندوره. دقيقه بس، هلا ممكن تحطوا سمنه وممكن انكم تحطوا عليها زيت، يعني بتقدروا تطبخوها بالشكلين، فمشان هيك حطيت لكم مره هيك ومره هيك. هلا نوى مش نوى الابتسام بتقول لي احنا بنطبخها بنفس التتبيله الورق والمحاشي، بس بنحط بينها باذنجان محشي وتوم كثير وبنطبخها بصلصه البندوره. صح مزبوط. هلا هين حطينا هون، في ناس كمان بتحط تحتها لحمه برضو برجع لكم. هلا رح نحطهم هيهم وراء اللخنه بهاي الطريقه طبعا لنعبي الطنجره كامله، بعدين بنحط بينهم اسنان التوم هيهم، ولازم تكتروا فيها توم، هي بتحب التوم كثير هاي الاكله. اوكي هي مبينه عندك علي، وتحت تحت وتحت تحت كان بنحط هدول العيدان اللي احنا قطعناهم من اللخنه، بعدين بنرتب عليهم حبات الباذنجان المحشيين، وطبعا بدكم تكونوا حاشينهم بس لهالقد وتحطوهم فوقهم. اوكي تمام. هلا برضو بدنا نحطها اول شيء على نار واطيه، اوكي، وتكون نار كتير كتير واطيه ومغطيتها حتى تنزل السوائل اللي فيها اول ربع ساعه، بعدين رح نعمل الخليط اللي بنحطه عليها. تمام. الخليط اللي رح نحطه عليها بيختلف عن اللي عملناه هلا قبل شوي تمارا، بانه في رب البندوره، يعني هي لازم ينحط فيها رب البندوره، فهي رح نحط عندي السائل هيها. إذا بدك أنت تقرأي شوية تعليقات اقرأي. أنا بدي أرد على نعمة. نعمة يعني أنا أكيد رح أرد على كل التعليقات اللي بتوصلني، بس أكيد بختار الوقت المناسب اللي أرد فيه. أكيد طبعا. وأكيد أنا طبعا عم بتسألني عن زميلتنا فانيتا، فانيتا بخير ولكن هلأ بمرحلة إنها ماخذة إجازة ورح ترجع لنا إن شاء الله بأقرب وقت. صدقوني بكون شايفة التعليقات اللي بقدر إني أرد عليه، صدقوني ما تزعلوا، خدوني شوي شوي بالوقت المناسب
بجاوب، ما رح اقدر اقطع الشيف وهي عم بتعمل بالوصفه واحكي بموضوع مختلف. صح. كمان امل بتقول لك انا لفيت ورق الخس الكبير الغامق مع الكوسه وطلع كمان كثير زاكي، عملته مع الليمون. هانيه صح، مره سمعت من ناس كمان انه بلفوا ورق الخس. مزبوط. هلا في عندك هون مريم بتقول لي اللخنه النابلسيه غير عن لخنه الزهره، وهي بتحب التوم كثير، كانت حماتها الله يرحمها بتحط توم وبندوره على الوجه. على وجهها. مزبوط صح، برجع بحط توم وبندوره على الوجه. هلا احنا رح نحطهم زي ما قلنا، رح نحطها على النار تقريبا بدها تقعد لها شيء ثلث ساعه لتنزل ميتها. بعد هذا الوقت رح احط لها تقاله ورح اضيف لها هذا الخليط، وزي ما حكينا بدها تكون فيها كثير توم وفيها الصوص تبعت البندوره عشان تستوي. مزبوط. تمام. نروح على الوصفة الثانية وأحط لكم اللي أنا حضرتها، اللخنة اللي ساكبتها. إيش بدنا نطلع بالوصفة؟ وصفة الشعيرية. يلا على الشعيرية. طبعا شعيرية بالحليب رح تحتاجوا لمعلقتين كبار زبدة المراعي ولكوب شعيرية بالإضافة لكوبين حليب من المراعي وأربع ملاعق كبيرة سكر ونص باكيت قشطة من كرم مزهر وعسل وكمان فستق للتزيين. طبعا هون يعطيكم الف عافيه، كل هالاكلات شتويه. الله يعافيكم. حبيبتي ثانك يو نوال. لا مش موضوع تردوا عني يعني، بس هو اكيد احنا في البرنامج بنعرف كيف ندخل على بعض بالمداخلات وبالتعليقات. لو انا بطلب منها ايام لتمارا بقولها تمارا معلش بس بدي احكي لهم على الوصفه، فهي يعني بدها تضطر طبعا يعني. لا هو اكيد بالوصفه بدنا نعطيها حقها 100%. صح مزبوط 100%. طيب بتقول لك امل الخوالدي ام هيثم انا لفيت ورق التوت مع الدوالي وطلع طيب، اذا انت كنت مجربتيه. زاكي ورق التوت. والله ورق التوت اول مره بسمعه. اسمعوا مليان مليان اشياء للمحاشي، مليان عن جد كثير كثير في افكار. منى بتقول لي يعطيكم الف عافيه، هي من رام الله بفلسطين، بدها تحكي لنا انه اللخنه عنا اهل الشمال تحديدا بجنين بيحكوا عنها للملفوف، وورق الشول مثل ما تفضلت الشيف هانيه هو نفسه ورق الزهر. ورق الزهره. مزبوط صح صح. فهي هون صارت عندكم جاهزه هيها. هلا لونها عم طلع غامق على الكاميرا بس هي مش هيك لونها، لونها زي الورق الدوالي هيها. شايفين هي هيك شايفين حتى لفتها وكله هيك متماسكه وكثير كثير كثير زاكيه. تمام هيها. يلا بدهم منك مفتول يا هنوشه. مفتول خلص ان شاء الله، وعدناهم والله انه بدنا نعمله، لازم اني اعمل لهم اياه خلص اكيد. فهلا بدنا نحضر لوصفه الشعيريه. ما هو بدي اياك تحدثينا عنها لانه احنا قلنا عنها ايش يا علي، قلت لنا بتشبه مين؟ تشبه ايش علي؟ خشخاش. خشخاش. خشخش بقول لك خشخش. لك 15 سنه قاعد ببرنامج طبخ بالاخر تقول لي خشخش. ركزوا لي هلا. لسه استنى استنى هلا بس نبدالك بالحويرنه كمان، يعني اليوم كلياتها هيك خلطات واشياء زاكيين. ان شاء الله هيك نلحق اليوم بالوقت. لا ان شاء الله انه رح نلحق، لسه احنا عندنا لسه كمان فاصل صح؟ يلا رح نلحق. لا لا ما بدنا نطلع، هينا رح احط هلا قبل ما نطلع. لا عن جد نطلع عليه، فكرت خوفتني. بتحسوا يارا وهانيا عندهم مشكلة مع الفاصل دانا، يعني حاولي اصفط الفاصل طيري عرفتي. خلص هيك اعملي لنا. انتوا طبعا انتوا ما تحسوا فينا، بنكون احنا عمالنا بنطبخ ومعجوقين وحالتنا حاله، واحنا بكون ريقنا نشف بنشرب مي. والله بكون ريقكم نشف زي حضروا حالكم لرمضان. والله رمضان صح. قرب قرب رمضان. طيب هلا الحلو تبع الشعيريه، حلو الشعيريه بالحليب وصفه كثير سهله وما بدها كثير كثير وقت، سهل انكم تعملوها. بيلزمكم كوب من الشعيريه وبيلزمكم زبدة أكيد، زبدتنا من المراعي. رح أقلبهم مع بعض، بعدين رح أضيف عليهم الحليب، وطبعا بدنا نحليهم بالسكر. أوكي. هلأ أنا هون حميت عندي الطنجرة، رح أنزل عليها الزبدة ورح نحرك عليها الشعيرية لحد ما تاخد لون، يعني هيك تصير لونها على يعني ذهبي ذهبي غامق. طبعا أنتوا شايفين إيش الزبدة اللي عم نستخدمها المراعي، وهون طبعا نستوقف يعني وقتنا وبنحكي ببساطة. اليوم تطلعوا مكونات بسيطة جدا من المراعي، أخذنا مكونين، يعني اليوم عم نحكي بمنتجات مميزة
موجودة بكل مكان، أسعارها بمتناول الجميع، وأنا بالنسبة لي كبرت وكبرت أولادي معاي بالمراعي، سواء زي ما أنتم عم بتشوفوا الألبان، الحليب، كمان الشنينة سواء بالنعنع أو العادية، وما تنسوا العصيرات اللي كمان هي مشكلة ومنوعة، فأكيد منتجات المراعي بتلاقوها بأي مكان، يعني غنية عن التعريف صراحة. صح صح مزبوط. هلأ أنا حطيت هون عندي الزبدة. هلأ الحليب تمارا بتقدري تستعملي قليل الدسم أو الفات فري أو كامل الدسم، برجع للواحد إيش هو حابب يحط. طيب قبل الفاصل بدي أسأل هانيا سؤال. اسأليني يلا. تعرفي شو بيقولوا لها هاي الوصفة؟ وصفة الشعيرية؟ ماجد بقول لك. ايش بقول لي؟ ايش اسمها؟ شعيرية بحليب؟ لا. ولا؟ بحرف الباء أول كلمة. صراحة مش عارفة. واحد اثنين ثلاثة. أربع حروف. بافل. بلاليط قصدك؟ لا. لا، لأن هذيك إشي تاني، يعني كنت بدي أقول لك اللي تكون هذيك غلط. لا، بحتة. نطلع بالفاصل. لا، مش بحتة. بلا، قال لي. يلا فاصل. والله كاتب لي بحثي. اهلا وسهلا مره ثانيه بكل يلي انضموا لنا باخر جزء من حلقتنا. يا جماعه في ناس عم بيقولوا لي تمارا البحته او البحته هي الرز بحليب. بعيد من وراه لانه عم بعيد بحتة رز بحليب. صح صح، البحتة رز بحليب. سكتي علي. طب ايش بحتة؟ البحتة هي الرز بحليب، هيك بيقولوا لها بفلسطين، يعني مش اظن حتى بالاردن، يعني مش اللي فيها شعيرية، هاي شعيرية فيها. هي بتقول لك فيروز. طب هلا انا حطيت هون شعيرية، استني رح اسمع منك، بس رح احط تقريبا كوبين من الحليب واحركهم. تفضلي تمارا المايك معك. فيروز بتقول لك ايوه انه البحت رز بحليب، احنا بنعمل الشعيرية نفسها بس بنحمصها بالسمنة البلدية والطعم خيال. مزبوط صح، في ناس بتحط لها سمنة بلدية. نورما بتقول لك انا بعملها كثير بس بستعمل الشعيرية الباكستانية، انت شو استعملتي؟ اليوم استعملت الشعيرية الأردنية، استعملت العادية الطبيعية. معناته دخلت في بعض عندهم الرز بحليب والبحت. هلا اقول لكم، كان عم بيحكي لي علي بيقول لي في ناس بتعملها بالخشخش، وقالوا له مين خشخش؟ مزبوط، هي في ناس بتعملها بالخشخش. احنا اليوم عاملينها على طريقة اهل زمان، لانه اكلاتنا كلها من اهل زمان، اللي هي اللخنة والملفوف، فمشان هيك اليوم تقصت نعملها زي ما كانوا اهالينا كانوا يجيبوا هذه الشعيرية العادية اللي بنحطها مع الرز، هي يقلبوها مع السمنة او مع الزبدة لحد ما تاخد هذا اللون عندكم، وبعدين يحطوها ويغلوها يغلوها يغلوها مع الحليب لحد ما الحليب عندكم يعقد، يصير بيشبه يعني ايش بدي احكي، بيطلع القشطه لحد ما يعقد. هلا احنا عشان نعطيها دسامه زياده رح احط لها القشطه من ملدي. تفضلي احكي لي. حلاوه الشعيريه بتقول لك سعاد من غير حليب. لا، في وحده بحليب في وحده بالحليب، احنا اللي اليوم عم نعملها اللي بحليب. يا ريتني جبت الطنجره الازاز عشان تقدروا تشوفوا كيف. بس لا، هديك اشي تاني سعاد حبيبتي، الشعيريه اللي بتنعمل بدون حليب هديك حلو تاني، هاي مع حليب. ورح نحط عليها سكر اكيد ونغليهم مع بعض وخلص. منضلنا نحركها هيك شيء 5 دقائق على نار واطيه لحد ما تتعقد، حتى الشعيريه تستوي كمان، لانها الشعيريه مش مستويه لسه. هذا ايش هذا؟ حنحطه فوق ولا هذا لحاله؟ كان هذا لحاله. طيب هذا عملته لناس ما بيحبوا الحليب المطبوخ. طيب هانيا بدنا نسكب الملفوف. يلا رح نسكب الملفوف عبين ما يتعقد عنا ال هذه رح اوطيها. لازم احرك لك اياه الحليب؟ مو ضروري، هاي رح نحطه على نار واطيه وهي كل دقيقتين رح احركه شوي، هي الفكره بس انها تستوي عندي الشعيريه. هلا وفاء بتقول اشي غير هيك، وفاء قالت عنكم كلكم اشي مختلف. اوكي، بتقول البحتي عجينه طريه بتنخبز على الصاج وبعدين بنفت الخبز عليها وبنحط عليها سمنه بلديه او سكر او زبده وبتتاكل سخنه. شايفه كل ناس لهم طريقه سبحان الله. طيب خلينا هلا بس نعمل الحويرني على السريع، ناخذ الوصفه دانا. يلا لبنة بالحويرنة، رح تحتاجوا للبنة المراعي ولضمة حويرنة ولملح وزيت زيتون وخبز عربي. يلا اوكي، انتوا على
على الفيسبوك عم تسألوا بعض كتير، برافو عليكم بتتفاعلوا مع بعض. أنا رح أرجع هلا بس أرجع على البيت رح أقرأ كل التعليقات اللي وخشي معاه بيكونوا طلع من اللايف صح؟ نطلع من اللايف بس رح أجاوبكم لأني أنا بحب الصراحة، بحب متابعينا وبحب أفكار اللي دائما بتحكوها، يعني حلو هيك يصير في تشارك بيني وبينكم. هلا الحويرنة اللي هي عبارة عن هذه العشبة، أنا انبسطت امبارح إني لقيتها عند المحل الخضار مشان هيك انبسطت وجبت لكم إياها. هيك بكون شكل الورق تبعها. استنوا أطلكم وحدة تشوفوها أوضح. أوكي. هيك. شايفين وين أنا هيك تطلع هيك إيدي ظابطة فارس. هيها. بتشبه ال مش عارفة زي جرجير صغير إشي هيك يعني بتشبه، بس هي اسمها حويرنة. هلأ هي كانوا يعملوها زمان أهلنا، كانوا يقطعوها ويحطوها مع اللبنة. هلأ هي فيها شوية مرار، فحتى تروحوا المرار اللي موجود فيها لازم نرش عليها ملح ولازم نعصرها مظبوط حتى يطلع المرار منها. بعدين بتتاكل هي تغميس، وتغميستها بتكون مع اللبنة. اللبنة وهي أنا مستعملة لبنة طازجة بتشهي من المراعي، لأنه هي معروف قديش قوامها بكون حلو وقديش هي من حليب كامل الدسم، فبتكون كتير طيبة. فهلأ رح نحط عنا هون كمان شوي أحط لبنة، وطبعا اللي حلو إنها كاملة الدسم. رح ألبس الكفة عشان زي ما حكينا الحويرنة إحنا حاطين عليها ملح، هلأ بدنا شو اسمه بدنا نعصرها. هي هذه بدت تقريبا تستوي. اوكي رح ناخد الحويرنة بعد ما قطعناها ورشينا عليها الملح رح نمسكها ونعصرها. تمام. هاي المي اللي بتطلع منها هي اللي عادة بتعطي حموضة، وكل ما انتقعت اكتر مع اللبنة بتعطيكم طعم اسكى واسكى، بكون هيك عميق الطعم. رح نحركهم مع بعض. اخذ هلا المي. والله فكرت بدك اياها. لا لا ما بدي اياها. رح نحركها مع اللبنة، وفي ناس بتحط لها شوية لبن عشان هيك تصير قطرة. هلا في كتير ناس بتحط لها اضافات اخرى، بس احنا هاي الطريقة اللي انا بعرفها كانوا يعملوها زمان اهل زمان، وكانوا يحطوها بالثلاجة او يعني يتركوها شوي لتاخد الطعمة مزبوط مزبوط تتنكه مع اللبنة، وبعدين يصبوها بصحن هيك ويحطوا عليها زيت الزيتون وياكلوها مع الخبز غماس. حلوه خفيفه لطيفه. هاي هي الحويرنة. انا انبسطت لاني امبارح لقيتها، لانها مش دائما بتكون موجوده، بس هي هلا وقتها. هيها هيك صارت جاي من انواع المقبلات. يعني ايوه نوع من انواع المقبلات. هيها هيك وبنحط عليها زيت الزيتون وبتطلع عندكم بتشهي. ورح اسكب هلا الملفوف. وهيك بنسكب الملفوف، وانتوا عم تسكب الملفوف ذكرينا شو عملنا اليوم. يلا اوكي. هلا بتقول لك ام عمر الحويرنه هي بتحط لها يعني بتحط لها تومه ولبن ورشه زيت على الوجه زي ما عم نعمل هلا. يعني في ناس بحطوا لها توم ولبن. صح مزبوط. هي هذا تمارا خالصه، رح نحط لها الخبزات بعدها بعد شوي. أوكي. كنت عم بحاول انا اني اقلب الطنجره مو على الهواء. بس هلا رح نقلبها يلا معاكم. وهي الحليب على فكره صار مستوي هيو. هلا انا اللي عملته قدامكم اللي شفتوه بالكاسات، رجعت طبخت حليب يا دوب يعني كاسه، حطيت لها نشا وشويه سكر وحطيتهم على الوجه وزينتهم بالفستق الحلبي والزر الورد. حلو. اوكي نجيب هلا هاي يا الله على الملفوفات. على الملفوفات. طيب هنوشه وكيش كمان عملنا غير الملفوف اليوم؟ عملنا الملفوف وعملنا كمان اللخنه حشيناها وعملناها وحكينا عنها كيف تتقدم مع الباذنجان، وعملنا كمان الحويرنه مع اللبنه، وعملنا الشعيريه مع الحليب. اوكي هلا هي هون صارت خالصه عندي طنجره الملفوف. يا سلام، اليوم كل الاكل ايش شتوي بحت بيقولوا له 100%. صح. يلا تمام. يلا اوكي بسم الله. واحد اثنين بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هيك اكيد زي ما انتم شايفين ختمنا حلقتنا لليوم مع قلبة هالملفوف، وطبعا انا بكون يعني هون خلصت حلقتنا، واكيد رح يتجدد لقائنا معاكم بكره بحلقه جديده. دائما خليكم عم بتتابعوا صحتين وهنا وعلى عمان تي في دائما. باي باي.